في رايك وبعجاله استاذ بدر الدين قبل الفاصل ونختم معك هذه المداخله، انت في رايك يعني ضروري ان نكملوا الموسم الحالي بالنسبه للقسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني او لا؟ انا كرأي شخصي انا مع العدل، انا مع العدل الرياضيه، وكنت من الناس الذين دافعوا باستماته من اجل ان يتم استكمال هذا الثلث الاخير. ولو انه مرهق ماديا، ولو انه مرهق تقنيا. نعرف جيدا على انه اللاعبين عندما سيعودون يعني بعد توقف يعني قرابه 100 يوم، هذا يعني توقف كبير جدا، ربما ما عشتوش كره القدم العالميه منذ الحرب العالميه الثانيه. اي امر صعب جدا، خاصه عندما يتعلق بلاعبين هواة لم نكن نعرف بأي شكل كانوا يتدربون في منازلهم بشكل فردي. إذا العودة إلى التدريب يجب أن نتوقع أن يكون لهذه العودة تكلفات على المستوى ديال الإصابات ديال اللاعبين، وأيضا على المستوى المادي وعلى المستوى، ولكن من أجل تحقيق العدالة وأن ننهي الموسم بطريقة موضوعية ومنطقية ومتوافق عليها، فأنا من الذين يفضلون أن يستكمل هذا الموسم. ولكنني أقول لك صدقا باش نختم هذه المداخلة صدقا، على أنه لم يعد أمامنا متسع من الوقت لكي نصل إلى القرار النهائي والقرار الحاسم. أمامنا 7 أيام لا غير، بعدها غادي نعتقد على أن سنضرب في الصميم مصالح الأندية المغربية الأربعة التي ستكون شهر شتنبر القادم إن شاء الله في مواجهة الرهان الإفريقي الكبير. وطالما لطالما أن حلمنا كبير جدا بأننا نشوفه، لماذا لا 4 أندية أو 3 أندية كتلعب النهايتين الإفريقيتين على مستوى عصبة الأبطال وعلى مستوى كأس الكاف، ولماذا لا إن شاء الله، ونحن نحلم بأن يكون لنا سوبر مغرب إفريقي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا لك أستاذ بدر الدين الإدريسي، رئيس تحرير جريدة المنتخب، كنشكرك على المداخلة ديالك معنا على أصوات